وين بيزنس هي محطة تواصلية وتحسيسية ينظمها المركز الجهوي للاستثمار في إطار سياسة القرب، وكذلك كيعرف بمؤهلات الاستثمار في جهة طنجة تطوان الحسيمة واللي كتنظم في جميع مدن المغرب وكذلك في بعض المدن الدولية. عندنا تاريخ واحد وعندنا ثقافة اقتصادية وتجارية اللي هي كتشابه في الشمال وفي الجنوب، فسنربح سويا اذا كان التعاون. المبادرة الطيبة غادي تعطي واحد الدفعة قوية، وخاصة اللي تم تقديمه اليوم هو مشاريع منجزة وفضاءات موجودة وبنية تحتية متوفرة في طراز عالي من أجل جذب الاستثمار. Enlaces vinculados con infraestructuras terrestres y ferroviarias transportan al visitante en poco tiempo hacia paisajes coloridos desde las altas montañas del Rif hasta los bordes de los... هذه اللقاءات باش نعرفوا الجديد ونعرفوا بالمؤهلات اللي تطورات ويعني القوانين اللي وقع فيها تحيين اللي اليوم تساعد في التجارة الخارجية بين المغرب وإسبانيا.